السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله سنقدم درس جديد، وهو كيفية فتح حساب في موقع باي بال وتفعيله. أول شيء سندخل إلى موقع paypal.com. بعد الدخول إلى الموقع نضغط على Sign Up Now للتسجيل وفتح أكونت في الموقع. ندخل الدولة، مثلا المغرب، اللغة التي تريد استعمالها، نستعمل الإنجليزية مثلا. نفتح حساب إما عادي أو حساب بيزنس تجاري. Open an account. ندخل الإيميل، ندخل الباسورد، ندخل الباسورد، بعدها الفيرست نيم، لاست نيم، ندخل تاريخ الازدياد، لا ناسيوناليتي، العنوان، ونضغط اجري اند كريت اكونت. بعدها ندخل الاحرف المبينة الصورة ونضغط كونتينيو. بعدها تظهر هذه الصفحة لإدخال معلومات بطاقتك الائتمانية. ندخل المعلومات، بعدها ندخل رقم البطاقة، بعدها تاريخ الإنجاب. ثم continue. بعد الانتهاء من ادخال بطاقتك الائتمانية تأتيك هذه الرسالة بنجاح. الان سندخل الى get verified لتفعيل الحساب. يريد التفعيل بواسطة البنك ام بواسطة بطاقتك الائتمانية؟ نختار البطاقة الائتمانية. Continue. بعدها Continue. سيتم اقتطاع 1.95 من البطاقة، وسيتم إرسال 4 أرقام. بعدها سيطلب مني تفعيل الحساب. نرجع إلى الحساب، و4 أرقام سندخلها في الحساب، وإن شاء الله سيتم تفعيل الحساب. بعد أن أضفنا بطاقتنا الائتمانية، نقوم بعد ذلك بإضافة البين المكون من 4 أرقام. كيف نجد هذا البين؟ مثلا نحن شغالين على بنك نيتلر، ندخل على نيتلر هكذا مثلا، وندخل على إستوريك، نجد أن بنك باي بال قد أخذ $2.67. نجد هنا كود البين، مثلا عندي 4999، نأخذه كوبي، ثم ندخل إلى موقع باي بال ونقوم بإضافته. يكون في هذا المكان إدخال البين. بعد إضافته تأتينا رسالة
بأن الموقع سيتم تفعيل حسابنا في يعني في ساعات قليلة، يتم تفعيل الحساب، وهذه هي الرسالة التي وصلتني بعد إدخال البين. الرسالة ها هي الرسالة. بعدها كما قلنا يتم سحب من حساب البطاقة دولارين فاصلة سبعة وستون، ويتم إرجاع 1.58 دولار إلى حسابك في الباي بال مفعل وباسمنا. شكرا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.